طبعا يا شهد، بعد كلام شافكي وكلام ياسمين، حقيقه الرباعي الممثل في مصر اللي سحرتنا بمقطوعات موسيقيه مهمه، ملحنين مهمين لمصر، اثرت الذائقه العربيه بكثير من المقطوعات الموسيقيه المهمه والاسماء المهمه اللي خلدها التاريخ، محمد عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم من المطربين ومن الملحنين. هناك ثالوث مهم مرعب في القاهره جدد الاغنيه وقدم يعني اغاني خلدها التاريخ ما تنتهي الى يومنا هذا، وايضا الواحد جميله في فلسطين، هذه الاغاني والاصوات المهمه اللي قدمت واثرت الذائقه الفنيه اللي كان قبل عام 48 قبل الاحتلال كانت تزهو بالاصوات المهمه الى اليوم تنشد، لكن تنشد من اجل بان تكون فلسطين مستقره امنه تتخلص من ارهاب الاحتلال الاسرائيلي ان شاء الله وتعود، وايضا اردننا اردن النشامه، هذه الدبكات والوصلات الغنائيه الجميله الممزوجه بين سحر كل البلدان العربيه، بالاضافه اليوم احنا المفاجاه اللي عندنا هي الفرقه الوطنيه للتراث الموسيقي العراقي بقياده المايسترو علاء مجيد، حقيقه اصوات من الشباب من العازفين ومن الاصوات العراقيه المهمه اللي حقيقه اثروا الذائقه العراقيه بكثير من الاشياء المهمه، فاحنا مو بعيدين عن كل بلداننا العربيه لما قدمتها من الموسيقى، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قال كل الموسيقى تدور في الموسيقى المصريه الا الغناء العراقي، والموسيقى العراقيه تدور حول نفسها لان احنا نحتوي على المقام العراقي بالاضافه الى الاطوار اللي موجوده من شمال العراق الى جنوبه باطوار واصوات مميزه. خلينا استسمحكم دقائق احنا وياكم المشاهدين نتابع تقرير من العراق عن الاطوار الغنائيه العراقيه او الموسيقى العراقيه بشكل عام، وبعدها نكون متواصلين من برنامجنا بيت للكل. فوقي النخم فوق طول العمر ابقى لك اتلقى الموسيقى في العراق ألوان متعددة وأطوار مختلفة وإبداع مستمر. المايسترو علي خصاف أحد قادة الأوركسترا في العراق تحدث عن هذا الموروث الموسيقي. خصاف وهو يعزف على آلتي العود والكلارنيت أخذنا إلى أهوار الجنوب وجبال الشمال وتراث بغداد وبوادي وصحراء الغرب والشرق. لو نقسم العراق مناطق بالجنوب نشوف لون اكو، بالوسط نشوف لون، بالشمال نشوف لون، بالغربيه نشوف لون، وهذا حقيقه يضيف للاغنيه العراقيه والموسيقى العراقيه ثراء جميل بين المقام، بين الاغنيه البغداديه، بين المربع، بين البستات البغداديه، بين الالوان الريفيه، الاطوار الريفيه، لانه كل طور وكلمه طور يعني كل طور يختلف عن طور، وطور ممكن يسمى بمدينه معينه شطراوي نقول محمداوي. الملحن علي سرحان الذي لحن لفنانين عراقيين وعرب قال إن التنوع الموسيقي هو ميزة الفن العراقي الذي يعتبر أيقونة للفنون العربية والعالمية، فالأغاني التراثية ما يزال لونها يتجدد، أما الشبابية منها فبعضها متمسك بالأطوار المعروفة. بطن عربي في عازفين عود يعني ماهرين، لكن أنت من تسمع العود العراقي تحس هذا لون عراقي يعني هو يعني، وانا طبعا عندنا فنانين كبار اللي هم الاستاذ علي الامام، استاذ نصير شمه، سلمان شكر، جميل بشير، استاذ منير بشير، تبقى البسحه العراقيه موجوده سواء يعني بال مو بس العود باي اله موسيقيه. انا حكيت لك يعني قلت لك الفن العراقي هو عزيز وايضا يعني يملك خزين بحر من الموسيقى. مهما تنوعت الفنون الموسيقية يبقى الطرب العراقي الحاضر الأبرز في المحافل العربية والعالمية، وكما قال موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب إن جميع الأغاني العربية تدور في فلك الأغنية المصرية إلا الأغنية العراقية فلها ما يميزها عن مثيلاتها من الأغاني. لبرنامج بيت الكل، حسن الفواز، بغداد.